السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم حنا في الصفحة 50 من كتاب ميز أبخونتيساج أون فرونسي السنة الخامسة ابتدائي. حنا في أسبوع التقويم والدعم اللي كاين ديال الوحدة الثانية، كيكون في الأسبوع العاشر. هنا إيفالياسيون كيما قلنا إي كونسوليداسيون تقويم ودعم. الوحدة الثانية بيرسوناليتي شخصيات ومآثر تاريخية اي مونيمون سيمين 10 الاسبوع العاشر. عندنا كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج، يعني كومونيكاسيون التواصل وافعال الكلام، واضح. هنا لي زوبجيكتيف الاهداف سانفورمي اي انفورمي سور ان ليو، يعني تاخذ معلومات او تعطي معلومات عن واحد المكان. هنا سانفورمي انفورمي سور اون بيرسون سيليبر، تاخذ معلومات او تعطي معلومات على واحد الشخصيه مرموقه ولا شخصيه شهيره. جو برودوي اونتيج. انا قالك في الاولا السؤال الاول قالك دوموند اي، يعني اطلب اي و او دون اتي كامراد او اعطي لزملائك دي زانفورماسيون، دي زملاء ديالك معلومات سور لان دي مونيمون بروبوزي، على واحد من هاد المآثر المقترحة. هنا مثلا شنو هاد البلاصة؟ هادي بلاص جامع الفنا في مراكش. مثلا شنو موراها؟ موراها موسكي كتبية مراكش، يعني مسجد كتبية في مراكش. وهنا هذا البرج المائي ديال بيزا، برج بيزا المائي في إيطاليا، هذا مشهور برج. هنا هاد الشخصيات المرموقة هادي دابا أماكن معروفة شهيرة. هنا الشخصية المرموقة بحال دابا هذا ألبير إينشتاين، هو ألبير إينشتاين عالم من علماء الرياضيات. هنا العالمة الفيزيائية ماري كوري اللي كنا درنا واحد النص قراءة عليها. وهنا كاين السلطان محمد الخامس، واضح. إذا نبداو أولا نشوفو نهضرو على واحد المكان. شنو عندنا السؤال الأول اللي ممكن نسولو؟ نقولو كومون سابيل لو مونيمون سور لا فوتو 1، شنو سميت هاد المكان في هاد المآثر في الصورة الأولى؟ كما قلنا هنا عطيو نموذج ديال الصورة الأولى وانتوما تختارو اللي بغيتو. مثلا عندك جامع الفنا الكتبية وداك برج بيزا المائل في الطاليان، يعني تعزل انتوما اللي غتهضرو عليه. حنا عطيوكم نموذج ديال الصورة الأولى اللي فيها ساحة جامع الفنا. غنسول مثلا كيستيون، درنا هاد كيلون كتعني كيستيون وهاد ار كتعني ريبونس. السؤال الأول كومون سابيل لو مونيمون سور لا فوتو 1، شنو سميت هاد المآثر التاريخية اللي كاينة في الصورة الأولى؟ تقول له سي لا بلاس جامع الفنا، إنها ساحة لا بلاس ساحة جامع الفنا. السؤال الثاني، هادو أسئلة مقترحة ممكن تستعملهم. السؤال الثاني شنو هو؟ دون كيل فيل سو تروف تال، يعني هادشي غتستعملو حتى في الصورة الثانية. غتقول كومون سابيل لو مونيمون سور لا فوتو 2، غتقول سي لا موسكي الكتبية. دون كيل فيل سو تروف تال، غتقول ام ان سي تروف ا ماركش، يعني نفس الأسئلة غادي تستعملهم حتى في الصور الأخرى. هنا elle se trouve à Marrakech، حتى هي هاد ساحة جامع الفنا. غتقول à quel moment est prise cette photo، في أين وقت من النهار مأخوذة هاد الصورة؟ كيبان لكم بأن الضوا وشاعلين وهادي والدنيا مظلمة. إذا elle est prise le soir، هاد الصورة تخدات في المساء في الليل. هنا la quatrième question، qu'est-ce qu'on trouve sur cette place، شنو كيكون كاين في هاد الساحة ديال جامع الفنا؟ الجواب غتقول له في هاد الساحة on trouve des musiciens، كنلقاو موسيقيين اللي كيغني، مثلا اللي كيضرب كمانجا، اللي كيضرب بالنيرة، اللي كيضرب بالطبل، اللي كيضرب بالعود، اللي كيضرب بالجيتار، يعني كاينة موسيقيين وكيجمعوا الصريف من عند دوك الناس اللي كيجيو يتفرجوا. دي كونتور هما الحكواتيين، هما اللي كيعاودوا دوك الحجايات، اساس ديال عنترة بن شداد، ديال هذا ديال هذا ديال هذا. المهم القصص كيعاودوا دوك الحجايات كيتسموا دي كونتور الحكواتيين، جايه من كونت كونت يعني حكايه. هنا ايضا كاينه دي شارمور دو سيربون، هما السحارات ديال
ديال الافاعي او مروضي الافاعي، دوك اللي كيجيبوا دوك في الصناديقه عندهم الحنوشه وكيبداو يخرجوهم من الناس، كيبقاو يضربوا لهم بالغيطه قدام هذا وما كيتحركوا. دي مارشون دو فروي، وكاينه تجار ديال الفواكه، الباعه ديال الفواكه اللي كيبيعوا الديسير تمايا، كاينه كتار، كاينه موالي الببوش، كاينه بزاف ديال الحاجه اللي معروفه بها ساحه جامع الفنا. ندوزو للثانيه. ثانيا شنو قال لنا هنا لتحت؟ قال لك اسيدي دوموند و دون ا تي كاماراد، اطلب او اعطي الزملاء ديالك ديزانفورماسيون، معلومات سور لون دي بيرسوناليتي بروبوزي، على معلومات على واحد من هاد الشخصيات المقترحه. شكون هاد الشخصيات المقترحه؟ هو اينشتاين او محمد الخامس او هاد ماري كوري اللي درناها في واحد تيكست ليكتور فيما سبق. واضح؟ اذا شنو نقولوا مثلا؟ اختار واحد الشخصيه نقولوا كومون سابيل لا بيرسون سور لا بروميير فوتو، شنو سميت الشخصيه اللي كاينه في الصوره الاولى؟ هذه هي الصوره الاولى، سميت هذه الشخصيه هذه، غتقول له سي لو روا محمد السانك، انه الملك محمد الخامس. السؤال الثاني يقول لك سي لو روا دو كان بيي، هاد الملك ديال اين بلاد؟ غتقول له سي لو روا دو ماروك، هاد الملك ديال المغرب. انا غتقول مثلا كون ايتيل مور، فوكاش توفى؟ il est mort en 1961، هو مات سنة 1961. تويتسول كي ايتيل بارابور او روا محمد السيس، شنو العلاقة، شكون هو بعلاقته مع الملك محمد السادس؟ غتقول له سي سون غون بير، انه جده، لان لو بير دو محمد السيس هو لو روا حسن دو، فهمت؟ اذا محمد الخامس هو سون غون بير، هو الجد ديالو. واضح؟ يعني تاخذوا بحال النوع ديال هاد الاسئله وتاخذوهم لا سواء ماري كوري او البير اينشتاين. نمر الان السؤال الثالث، نشوف شنو مطلوب منا. قالك شارش، ابحث، بريزونت، وقدم، ابحث وقدم لزملائك اتي كاماراد ان مونيمون، واحد من المآثر التاريخيه، و اون بيرسوناليتي، ولا شخصيه معروفه دو طون شوا، من اختيارك. دابا هادشي التجربه درناها ديال من واحد من المآثر التاريخيه بحال ساحه جامع الفنا، وواحد من الشخصيات المعروفه بحال الراحل محمد الخامس. دابا غتختار انت راسك، اما معلمه تاريخيه من اختيارك، او شخصيه مشهوره من اختيارك بطبيعه الحال. دو طون شوا بور سولا، من اجل هذا بريبار لي انفورماسيون كو تي فو دوني، وجد المعلومات اللي باغي تعطي لهاد الناس هادو التلامذ اللي معاك. اتيليز، استعمل ديفيرونت اكسبرسيون، استعمل تعابير مختلفه، جمل مختلفة سلون لو جون دانفورماسيون ادوني، على حساب نوع المعلومات اللي باغي تعطي. ومن بعد في تا بريزونطاسيون دوفون تي كاماراد، الصبورة، ودير هاد العرض ديالك، يعني اما جيب صورة ديال هاد الشخصية ولا وهضر عليها، وتسنى ان خصك دير بحث، توجد اجوبة ديالك، لان التلامذة غادي يسولوك الحوايج اللي ما قلتيهمش، غادي يسولوك عليهم بطبيعة الحال ويناقشوا معك سواء على الشخصية أو على ذاك المعلمة التاريخية. واضح؟ وهكا أنت كملنا هاد الكومونيكاسيون هاك دو لونغاج اللي كاينة في الصفحة 50. إلى اللقاء.